اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عبر موقع الفان. اليوم عم نعمل مقابله مع ممثل كثير بتحبوها، هي الممثله المصريه اروى جوده. اروى هاي. هاي، ازيك اروى؟ كل انت صورتي هو ده اللي صار وعم ينعرض على الشاشه، ولكن انت وعدت العالم انه في كثير مفاجات بالحلقات المقبله. ده حقيقي. المسلسل ممتع قوي بصراحه، والقصه حلوه قوي، والطريقه اللي كمال عبد الرحيم كتبها يعني عملها ممتعه جدا، واستاذ حاتم علي طبعا اخرج بطبعا. خبرينا اكثر عن تفاصيل المفاجات اللي راح نشوفها. لا ما فيني، ما مش هتكون مفاجاه لو قلت لك. لا بس هي عامه القصه حلوه، يعني اظن الجمهور ملاحظ من اول كام حلقه ان طريقه السرد مختلفه، وطريقه القصه كلها ازاي كلها محطوطه مع بعض دي مختلفه عن اي حاجه شفتوها قبل كده. من الواضح انه اروى بتحب التحديات، يعني شفنا على السوشيال ميديا كل تحدي بتخوضي، ان كان صورتك من 10 سنين وغيره وغيره. شو هو اكثر تحدي بتخاف انها تخوضه اروى جوده؟ التحدي اللي انا اخاف اتحدى الصحه. بخاف ان انا اتحدى يعني صحتي تتحداني، لان دي ساعتها بتبقى صعبه يعني. اليوم الساحة الفنية بمصر ضجة بخبر المخرج خالد يوسف مع الفيديو الإباحي اللي انتشر، أنت شو موقفك كممثلة كصبية موجودة بهيدي الساحة من هيدي القضية؟ هو الصراحة أنا شايفة أنها حاجة ما تخصش حد خالص، وأنا يعني ما اهتمتش ولا أشوف الفيديو ولا أن أنا أتابع الأخبار دي، يعني ما أعرفش. رح نشوفك برمضان بمسلسل صانع الأحلام يلي عم بيشارك فيه أبطال لبنانية وأبطال سوريين. إذا أعطيوك الصلاحية ضمي شخصية وحدة لبنانية لهيدا العمل، مين بتختاري؟ شخصية لبنانية أضمها للعمل ده، يعني ممثلة ممثلة أو ممثل أنت حابة أنك تمثلي معه بهيدا المسلسل؟ لبنانية مش سورية، نادين نجيم. احلى وحده في العالم. بتلاقي نادين نسيب نجيم اجمل وحده؟ بشوفها جميله وبشوفها ممثله شاطره جدا، ويعني انا بحب نادين جدا. شو رايك عم حنشوفها الى جانب قصي خولي ومعتصم النهار برمضان المقبل؟ كيف حاسه هذه الثلاثيه رح تكون؟ انا شايفه انها ثلاثيه رائعه، كلهم ممثلين شاطرين جدا، فيمكن هنتفرج على مباراه تمثيل حلوه. أروى جودة يلي بلشت كعارضة أزياء وانتقلت للتمثيل، شو هي النصايح اللي بتقدمها للصبايا ليحافظوا على رشاقتهم؟ والله هي صراحة أصل أنا مش مع فكرة إن كل البنات لازم يبقوا رفيعين، أنا شايفة كل واحدة لازم تبقى زي ما هي حابة تشوف نفسها، عايزة تبقى مليانة شوية، عايزة تبقى رفيعة براحتها، بس المهم تاخد بالها من صحتها، ما تكونش بتضر ضغطها ولا الكوليسترول ولا قلبها، المهم تبقى شايفة صحتها كويس بس. مؤخرا العديد كمان من الممثلات على الريد كاربت خصوصا المصريات عم يتعرضوا لانتقادات بسبب اطلالاتهم، شو السبب برايك؟ والله هي مساله اذواق، يعني زي ما بيبقوا بيتعرضوا لانتقادات بيبقى في ناس بتبقى معجبه برايهم بشكله، يعني بالحاجات اللي هم لابسينها، وزي ما بيقولوا بالفرنساوي اللي جوه الكولور اون ديسكوت با، يعني لو هم ذوقهم كده خلاص يعني. بس مين هي الممثله اللي اكثر شيء بيستفزك اطلالاتها؟ تستفزني؟ لا صراحة يعني انت بتنصحيها بتوجهي لها نصيحة بتقولي لها انه لا لازم تلجأي لستايلست يساعدك باختيار الاطلالة؟ لا لا انا ما عنديش الكاركتر ده، انا ما بعملش كده، لا ما عنديش دي، ما تحاولش. لا فعلا انا ما تعلمتش ان انا انتقد غيري، وقبل ما انتقد غيري لازم انتقد نفسي، ف لا مش I don't take this attitude مع زمايلي ابدا. اروى جوده شكرا كثير لك، نورتي لبنان ونورتي موقع الفن. ميرسي جدا، ثانك يو.